يا هلا وميت هلا ومساء الخير والعافية على كل متابعي قناة الطليعة الفضائية، ورمضان مبارك، رمضان الخير والمحبة والسلام على كل العراقيين، وحلقة جديدة من برنامج كورونيات. مساء الخير عليك دكتور، وكل عام انت بخير. مساء الخيرات ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله، ودعانا دائما حفظ العراق يا ربي، ومزيد من ابداعات الشباب الجميله والموهبه والمواهب الراقيه جدا اللي توصلنا. اتمنى لهم كل التوفيق يا ربي، واتمنى تكون هاي الحلقه اليوم من الحلقات ايضا المتميزه ان شاء الله. نتمنى تكون حلقه متميزه مثل باقي الحلقات، وايضا دائما نقول للشباب الموهوبين موجود اكو رابط تيليجرام تقدرون تدزون فيديوهاتكم وتشتركون في مسابقه كورونيات. يلا دكتور نروح نشوف اول مشهد، نشوف شاني كرام اول مشهد حلقة اليوم، وراجعين لكم كورونيات. شباب لازم نلتزم تعاليم وزارة الصحة ونرتدي الكمامة ونبلبل البيئة. ليش هيك؟ ليش العنف هذا؟ اكو كوميديا؟ شنو السالفة؟ ماكو مو؟ تحياتي للشباب اولا جهدهم. دمجنا فيديو وين؟ لان الفيديو الاول اجانا ايش قصير؟ يعني الفيديو الاول لا هواي فرق عن هذا الفيديو الثاني اللي يقول لنا راح ابسطه بالعقال. بس هذا راح يقول هو متهيئين انه ابسطه بالعقال، وحتى صوت ماكو اقتباس هاي من بيت الطين. زين من دائما ابوهم يقتلهم بالعقال. خلي تاثرون ما بيش يعني تخسكوا بها يتاثرون باي مسلسل ناجح ما بيش. هسه نقول لهم خليكم بالبيت؟ زين والله خليكم بالبيت. خليكم بالبيت افضل. تحياتنا للشباب، نشوف مشهد اخر وراجعين لكم. الحق الحق جبتوا شماعة على بيتنا دخانية. لا ماكو شيء لا تخافين. بعد شنو هذا الدخان؟ إن العالمة البيولوجية بيبي جاي تسوي تجارب بالحرمه للقضاء على مرض الكورونا. ويا تقعد وحنشتاين. تحياتنا البيبي العالمة البيولوجية. جد حلو جد حلو. حلو هم على هم تيك توك. يعني يقول له شنو هاي الدخان؟ شنو يقول بيبي؟ أبطل مبالغة. بالمناسبة المبالغة شباب. تختلف عن المفارقة. المبالغة تبالغ بالشيء، يعني هو قال له دخان. هم معطين معالجة شوية دخاني. إيه يعني بس حلو. هو لو مصور مثلا دخان فالتائر معلول حارق التائر بالصالح ومصوره من الداخل يعني يسمعون دكتور لا يسمعون كلامك وصدق يسووها. يعني هذا مشهد خلي على مسؤولية اطلع مشهد حلو. تحياتنا للشباب. تحياتنا. حلو شغلهم جميل جدا. والولد انه قال بيبي تدي تشتغل دخانيات عالم بيولوجيه عالم يعني تسوي بخور والسوالف هاي. يعني اكو بي ابتسامه. نعم. اكو بي يقولهم يعني تنصحهم يكملون عليه شي لو هم يظهرون مواهبهم. لا طبعا يظهرون مواهبهم يعني هسه هنا البنوته والولد اذا مثلا خلينا نقول احد الفنانين يريدون يشركوهم باعمال شي. نعم. يشركوهم يقول له تعال سجل لك صوت وانت بس سوي رايك شنو. لا طبعا يظهرون مواهبهم مثل ما شفنا قبل ذيك الحلقة الذكر البنية اللي قلدت الصيني أمير وفاطمة صوتهم الطلاق بالصوت. يعني خلي يفتحون صوتهم نطيهم ملاحظات عليها وشوية شوية ترى ما ممكن. وأنا أخاف أنه المتسابق نقول له أوكي مشهدك حلو وضحكنا وراح يستمر عليها يبقى نفس النمط. أنا أشوف الإمكانية اللي في محتاجة في هذا الموقف. يعني شلون مال كرار اسم الولد اللي قصير غريغر اشتغل التحول من رجل الى مراه حاجه المشهد. زين شلون يقدرون يطورون نفسهم الشباب بدون شك بالمشاركات؟ يعني هي المصيبه انه احنا ما عندنا قنوات ترعى هاي المواهب. يعني هو انا قناه الطليعه اقول لك قناه الطليعه اشتغلت صار موسمه شغله الشباب
شغل راقي جدا. يعني فرصة هاي للشباب أن يقدمون مواهبهم. وبعدين مو بس ذا يقدمون مواهب، ده نقولهم يا بسوي هيك شيء، اطلعوا هيك شيء، اقرا فلان كتاب. اتمنى ما يستهينون بالبرنامج دكتور. يعني الشباب ايضا متفاعلين، الناس متفاعله، الناس دا تشوف البرنامج، هم نفسهم الشباب. يعني ترى اذا تسمح لي يعني شوي من رخصه المخرج، شباب كانت قبل قناتين موجوده والممثل قوي يثبت نفسه، يعني حتى قوي يدخل قنات زين. الان عندنا ما شاء الله عشرات القنوات، ما اعرف ايش قد العدد. بامكانك تظهر مواهبك، تروح للقناه تقول عندي مواهب، هذا الفيديو مالي سجل لك اياه وقدمه اشوفك اياه. احنا كمؤسسات تربويه فنيه متخصصه ايضا مستعدين. ما اتذكر في يوم واحد من الشباب متصل بي على الخاص او على صفحه الفيس وقلت له لا اليوم بالمناسبه اليوم ثق واحد الساعه بالخمسة دز لي فيديو وقال لي استاذ لك شو تعطي المشكله ما نقدر نقول لهم لا اي يعني لازم تجاوب اي يعني بالخمسة ثق وداعتك وداعتي زين. بالخمسة الصبح انا شايف فيديوهات اثنين الخمسة الصبح قال شو اسوي اقول ما اخلي بخاطره زين وبابا ايش تسوي كذا ايش تسوي والحمد لله والشكر هم ايضا وبالتالي هم عيونهم علينا يعني وين يروحون من حقهم طيب. حقهم طيب خلينا نشوف مشهد اخر نعم يلا انتوا ذولاك يبقون بالبيت لو لا حلو اوكي اذا المشهد حلو نروح نشوف مشهد اخر راجعين لكم ابويا وين طالع ابويا رايح اجيب لكم مسواق واجي بس ابويا ممنوع الطلعه وليش ابويا ممنوع الطلعه ابويا ضاع حضرت جوال وهذا الحضر التجوال وشنو ردونا احتلونا من جديد لا ابويا بس هذا مرض كورونا منتشر وهذا مرض مع كورونا شلون يصير هذا ابويا لو اصاب واحد بيه يحرقوه لا ابويا انا راح امشي طبا جوا حسيت بروحي تعبان الطب احسن ما من ما تموت هسه شي خلصنا من مرتي 24 ساعة تنقنق تنقنق والدور هذا ابني محثل على قلبي محثل على قلبي شلونك ابوي؟ اي مو انا جاي خطار على امك الاوضاع شلون ابوي؟ اوضاع خلفوك تسكيت لا خلي العقال يلعب على ظهرك ابوي عيفنا من هذا الحكي هسه انا جعت شلون اجيب الاكل؟ بحبل لا ابوي دلفري ودلفري هذا شنو؟ ابوي خدمة توصيل من المطعم للبيت اكل لك يعني بيثريد وتمين لا ابوي اكلات سريعة اي يلا تروح اطلب لنا اطلب لنا اي ابوي السلام عليكم شلونك حبيبي؟ اريد بيزا عندكم؟ حطها بالجدر قلنا حطها بالجدر لابوي احنا بشهر 60 تقاطع في الكهف حبيبي مشكور عمال اطلب مؤاخذة بيش يصير؟ عم احسد الاف اوكي حبيبي مشكور عفوا سامع شو قلت لابوي؟ خلي حطها بالجدر وهي تصبح شي خلص الحضور شي خلص الحضور هذا لك واجا ثريد عشنو خبز بدهن هذا شلون ينمكن طيب الله قد طيب الله طيب كلش طيب الحمد لله والشكر جيب لي شاي ويا شاي عندي فري عندي انا على الهبوب لا والحمر اليوم اكسر الحمر اليوم الحمر راح تسرع حتى الشاي دليفري شلون دبرتوها دكتور شو رايك بالمشهد؟ المشهد اولا كفن خلينا نوقف بس على مجال الكورونا انه الطفل لما اجى يعني اول شيء هو طفل ودليفري اول شيء عماله الاطفال دعوه الى اخواننا المطاعم صح اغلبهم ملتزمين لكن اكو بعض المطاعم ما ملتزمه لما تروح تقول له وابو المشهد ما ملتزم بالضبط يعني المفروض كان الطفل يلبسه شفوفه يعني رجاء دعوه الى كافه المطاعم وخاصه اخواننا الدليفري يسل المطاعم مسدوده لكن ان يكون عندهم وقايه موجوده ان يكون عندهم ثقافه حجر والابن موجوده والابن هو اللي ينصح الاب هاي نرجع هسه على الموضوع هم استخدموا اسلوب السخريه لكن مو السخريه اللي احنا نريدها السخريه رادي الاب
وما سووا مثل ما هم طلعوا من خروج من المشاهد البقية كانوا دائما الأب ينصح الابن هنا الابن ينصح الأب هم بيها شيء إذا الأب ما واعي للموضوع خلي الابن ينصح وهاي هذا دعوة إلى الجيل الراقي أن يوجهون الشباب ويوجهون آبائهم قد يكون الأب ما يدري أو ما يعرف في الموضوع الحجر أو ما يعرف بالثقافة الصحية ابنه من خلال ثقافته الدراسية ثقافته المجتمعية يقدر يوجه اللي ما يعرف أو ما عنده معلومة بشكل عام. شو رأيك في المشهد؟ لا حلو المشهد جميل جدا متكامل؟ جميل جدا هم متكامل؟ لا يعني هو ماكو مشهد متكامل أستاذ سمير مستحيل هاي حتى هم مبتدئين شفت انه فتحت يعني حتى الباب صارت الصورة برايت اي يعني حتى لو اسجيب شال شاب ان شاء الله انه ما مثل كامل لازم اكون اكيد نعم زين مثل الرسالة الدكتوراه والماجستير ما تطلع متكامل هو يتخيلها متكاملة ماكو شيء متكامل كل شيء لازم متكامل. يشتغلون على نفسهم فدر خلق لله هو المتكامل فعلا. الحمد لله لازم يشتغلون على نفسهم اكثر واكثر عم يوصلون بالمستوى مشاهدين الكرام روح نشوف مشهد اخر وراجعين لكم الو الو اكرر الله يساعدك انا بالباب افتح الباب ترى راك يلا 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 ما دريت البارحه دومني؟ دومني مين؟ هاي باعدي نمجد ها والله خربيك رون نمجد لا يا أخوش علي لا 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 ما عليك والله لا 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 خلنا غسل غلنا لا 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 هذا غسل لا 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 هذا روح والله هذا غسل هذا غسل ما بيها شي ترى لا لا ما بيها والله ما بيها شي عفل العدي فضل فضل جدك والله ما بيها شي على شي الشيء قاضي ما بيها شي قاضي الله يقفع قلبك البطران هذا ما يفرونه هو يخاف من كورونا يلا عم يلا طبعا تحياتنا للشباب خافوا من كورونا وصافحوا وباسة بالبداية المفروض غلط على شيء غلط يعني رأيك في المشهد هو المشهد اولا من جانب الجانب الصحي كان المفروض ما يطلع عليه او يبلغ يقول يا ترى انا كذابيه الجانب الثاني جعوه بوس الامور هذا يعني اليوم غلط هذا الشيء اليوم شفت في موقف كلش حلو عجبني واحد يعني باليم المنطقه او اليم هاي مال السيارات يكون ينتظرون بها سيارات فجا منك وعاد يريد يسلم علي صديقه ايه. سلام شلونك يمد يده كان يقول محمود شو تريد فلمس يعني لا هاي زين الموقف اللي صار فيه قبل نبلش تصوير قاعدين انا ودكتور بالعلاقات الدكتور عطس رجليه وقفت ما قدرت اروح يعني بين انه استحيت من الدكتور انه اوخر طبعا كانت العصب مفتوح لنا اشوف ايش راح اسوي فهمت كان موقف حلو يعني الحمد لله والشكر بالتالي انه الله يبعد عنا الاوبئه وايضا فيروس كورونا ضحكنا اكثر مما ضحكنا على المشهد خلينا نشوف مشهد اخر وراجعين لكم دقعد بالبيت يعني دقعد امك تقول لك لا تطلع اي شوف شو رايك في المشهد قبل شوي حكينا على التحول مال نعم الولد اللي صح اي قال سوى
نفسه مره ليش كان المبرر عنده موجود هنا لا تباهوا عليه انه اكو نقص عندهم هم ايضا يعني المفروض ينشفوها للطرمه قبل التصوير لإرادة تزحلق يعني اي هنا استخدم المبالغه المبالغه بالشيء نعم راد يصعد على جسمه ويعبر ويعني حط وجه كوميدي سخرية عفوا منو بينا امه تقول له اقعد بالبيت ويرجع يطلع لا هواي والله اكو هواي ترى اكو شباب هواي لا زالوا يعني انا عندي جيراني من الصبح الليل باقي بالبيت بس مسوي لهم ابوهم جو بالبيت اي جو يعني جو مسوي مثلا الكمبيوتر الادوات ما يخلوهم يختلطون الان وضع يعني لا يستهزئ به الواحد يلا خليه خل نطلع وش يصير خلي يصير لا لا ما هي استهزاء يعني الم الم ترى هذا الم وهذا صحه وهاي انت قوه الله سبحانه وتعالى نشاك بهالطريقه هاي فعليك تقول لك هاي الروح تحافظ عليها حافظ على الروح هاي احد الاصدقاء دكتور ما رد اطلع من الموضوع انه لما انشر خليك بالبيت وكذا يقول لي لا استاذ سمير شنو ماكو كورونا وكذا فليش مو عمه ابو زوجته صار بيه كورونا وتوفى الى رحمه الله الله يرحمه هسه هو وعائلته محجورين بسبب هذا الشيء شوف كان هو ما يهتم يقول ماكو كورونا وكذا الا شافه بعينه وصل فكره فنتمنى من الكل انه ما يشوفون اي سوء بعزيز قلبهم فحافظوا على نفسكم وابقوا قاعدين بالبيت بالتالي عجبك المشهد ولا لا والله عجبنا حلوه بمبالغه من تقنيات الكوميديا ان شاء الله في يوم من الايام راح انزل الشباب اللي ضمن جروب الانستغرام نعم. عندكم موجود ابدي محاضرات بسيطه لهم يا ريت. حتى الشعب بالتالي انه مو بس خلص قلنا لك انه الفيديو مالتك حلو راح تنفخ ريشك علينا لا اشتغل فيديو اخر وشوفنا ابداعاتك هروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم هلا هلا بعد قلبي هلا بخويا جبار بعد روح استريح استريح تعبان خويا شبيه خويا تعبان ما تقولي شبيه تعبتنا هاي طونا شبيه اي والله تعبتنا حي كلش تعبتني خويا شنو هذا الازرق اللابسه هذا غير نحافظ على رواحتنا غير الصحه قال ذبينا كل ساعه تطلع لنا الشغله هاي ساعة منا والله ما غادي دوختنا اي والله اخويا حيل دوختنا هسه احنا كاتلنا الضيم لا شغل لا عمل لا منا لا عم ربك ساترنا على مرواتب احنا ساسه البدنة مريضة والله نقوم نجد بالشوارع انا صالي ساعة ادور على واحد ايه ها اريد اسحل وياه السيارة ماكو سيارة ايه هاي الكرونة مالتي كرونة ايه تسحلها ايه هاي العالم كلها مخبوصة بيها على مود سيارة تسحلها ايه كورونا عمالتي الكورونا سيارة ها والله تقوم بنا انا كاتن الهبري وضايج ولعبان اروح وما عد ربع بجيبي ايه من ورا الكورونا والحضر التجوال انت جاين على مود سيارة وعلى مود كورونا قوم بنا ولو قوم بنا قوم بنا قوم كرونا ولاده ماليفو اي حلو الربط مالهم تلعب باللفظ حلو وكان اعتمدوا على لفظ الكرونا انه كانوا يقصد السياره الكرونا لكن عبالش عبالش انا قلت له لاده ماليفو والمشهد كان اول بدايته صح اجى اشتغل قاعد يمه مسافه تقريبا متر متر وبعدين قرب ما اعرف ليش بالتصوير لزقه مره ثانيه يمكن عادوا تيك تو تيك تو سوى تيك تو بس كان تيك تو معلكم كلش والله مبروك عليكم شباب حلو حلو يعني اوكي حلو. تمام الحمد لله شباب. تمام بالتالي نتمنى الموفقيه للجميع وايضا قبل نشاهد المشهد قلنا ينفخ ريشه وكذا المتسابق اكو بعض المتسابقين بعثوا لنا فيديوهات غير صالحه للعرض فنتمنى ان هم يراجعون نفسهم وايضا يصورون مشاهد اخرى مشاهدين الكرام نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم سلام عمو بابا موجود قولي لابو محمد ابو المولك يلا عافيه ابو محمد شلونك شلونك ان شاء الله بخير الله يحفظك ماكو اختفيت ما تمرنا معك والله اخوي تعرف هاي الاوضاع قاعدين شاكين الله يساعدك الله يساعدك اخوي ابو محمد ايش مش ذني شنو رايك هذا رزق رب العالمين هاي العالم الخيره قاعد توصل مساعدات للعالم المحتاجه وذكرناك
يعني عمي ما جاء على جار؟ شو السالفه ابو محمد؟ تسوي كتجار تحكي بالاجار مو عيب؟ هذا الشهر واقع لك الاجار والشهر اللي وراه هم واقع، لا تفكر به الى ان ربك يفرجها ونخلص من هذا الوباء وينفتح الحظر. وذيك ساعة انا اجيك هذيك بابك واقول لك وين الاجار؟ تاخرت علي والله. انسى الاجار انسى. الله عليك. حلو. حلوه. احنا لا نصفق ولا هو طلع عن نمط الكوميديا بس لا نصفق فقط الكوميديا، انما نصفق للجانب الانساني. نعم. اللي في هذا الحلقه ضروري انه تكون عندنا كل حلقه بها توعيه للمواطن ولو مواطن نواعي جدا. نعم. لكن التذكير وعسى التذكير ان ينفع. نعم. كان اشاره جميله جدا. شاب اجى دق الباب جاب ابو المولد هذا ابو المولد والايجار يعني بالوقت اللي اكو مع الاسف مؤجرين. ذاك اليوم احد الاشخاص يقول والله كتني هذا المؤجر يعني واقرب الفيس ابو الايجار رايد مني فلوس. اي يعني ترى ما حد متنازل يعني اكو بيهم متنازل واكو بيهم لا فوق التنازل مالهم. كان يعطون للبيت يعني يعرفون الوضع هذا. فتحياتي وربي ندعي لهم كل خير ان شاء الله هؤلاء الاشخاص اللي يعفون عن ايجارات البيوت اللي ما عندها امكانيه ان تدفع. دكتور مثل ما اكو ناس خيره وعندهم انسانيه اكو ناس عندهم جشع 100% وطمع ايضا. لازم اكو شر واكو خير فعلا. لكن نتمنى الخير هو الاكثر. نتمنى لان احنا بلدنا الان يمر بظرف والظرف انت الان ظرفك انساني عليك ان تثبت وجودك. نعم. يعني شكو بي اذا كل اسبوع اسوي لك فد دجاجتين توديها الفقير فعلا بالاسبوع ما بيها شيء والمتمكن طبعا ما بيها شيء. زين ابو الايجار مو كان ما ياخذ ايجار مثل 250 خلي ياخذ 150 ابو ال 300 ياخذ مثل نص الايجار واحد يمشي امور واحد يشيل الثاني يعني. نعم. دعوه هاي وشكرا لهذا البرنامج لكن ما يدخل ضمن البرنامج الكوميدي فعلا. اذا نقول له خليك بالبيت خليك بالبيت خليك بالبيت. نروح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. هاي شنو الحرارات يا يما يا يبي نوقعها يا يبا يا يبا يا يبا ونوقعي نوقعها أعراض الإنفلونزا وتتضمن العطس والكحة وانسداد الجيوب الأنفية قحة يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة وكوان مسخن. إيه كمل فيروس كورونا صديق شديد نا فيروس كورونا يما راح للمستشفى أفحص فيروس كورونا عزب عيني يما مين جاك هذا؟ يما صديق كذي هو عم سؤال هذا دزور يا عن ماسنجر اقلها مسكر وجسمي نار يما سهلة هاي روح اسبع لك امي باريد وهسه طين امي القحة ها اسبع لك امي حار وطين زين حسان شو اسوي؟ اسبح بمي باريد واروح الصخونة لو اسبح بمي حار واروح القحة زين تعال بالليج ونشلش لوم سهلة هاي اقلب لك بصلاية والطيب لا تسمعون كلام صيدلية أمكم لأن هذا المرض مرض خطير لازم تروح تفحص عند المستشفى وأيضا يعرفون التحاليل إنه أنت عندك كورونا أو لا. ما عليك بهاي مي باردة أو بصل أو كلام. شو تقول دكتور؟ هي طبعا معك يعني نوبات بالبيت يعني نعرف يعني مثل الدارسين يعالج فلان شغلة كلا. لكن هذا الفيروس جديد على العالم كله لحد الآن ده يبحثوا له علاجات. اكو علاجات جيده جدا الى تجارب. اما تجي الحجيه الان تخلي له راس بصل حتى يطير كورونا لا زحمه ولو هي المفارقه الجميله اللي بالمشهد. حلو عجبك المشهد؟ نعم ان شاء الله حلو جميل جدا ولطيف. نعم هي بالتالي اليوم المشاهد الحلقات هاي اللي دا تجينا هواي مشاهد حلوه. الشباب بداوا يتطورون وايضا يعرفون الاخطاء اللي بالفيديوهات اللي قبلهم. هذا شيء حلو. استاذ سمير عفوا اسف بالمقاطعه لا ننسى جهد الأخ عمار الربيعي. نعم.
تتجينا صح فيديوهات هواي. اي بس هو كده يقصقص يعني تتوصل البارحه تقريبا قال لي وصل 60 او 40 فيديو واصل. لكن هاي الفيديوهات لازم كلها تحتاج فحص وتحتاج وانتم تدققون ملاحظات متى تاخذوها يعني ما نقبل احنا فيديو بخطا يعني اسوي فصل وياهم اي سب وخطا وكلمات لا ما نقبل هذا الحمد لله اغاني وكذا امور يعني بعيد عن الموضوع. اتمنى انه انتم تبقون بصلب الموضوع انه هي التعليمات اللي اعطيناكم اياها وايضا فكره البرنامج. روح نشوف مشهد اخر وراجع لكم. اليوم لازم اطلع ملينا من قعده البيت شفناه وعنا طلعه اليوم واحنا بحضر وين يسحبها خشمك هذا لو كورونا بالصين كورونا شنو النوب ذول احنا صحنا ايه اصحابه نريد اليوم نتونس احنا اقعد اقعد يا بعد الروح عن صحتنا مسؤول والما قعد بالبيت كافورة ديتون صار وبعد ما روح كنت اعلنيتي راح التزم يا ناس واقعد ببيتي لجلك ولجل عائلتك او قبل بيت قاعد بالبيت لعد دبقة بالبيت لعد شو رأيك دكتور؟ لا يقعد بالبيت أحسن. هم مستقبلي يعني حلو الشعر المسلسلة الشعرية بيناتهم هو ما هذا المتسابق قلق كلش قلق بالعكس الشباب حلوين دا يشتغلون لطيف وماخذين منطقة ثانية تختلف عن مناطق الفيديوهات البقية هي بالشعر دي أكو ناس تحب الشعر ويمكن تأثير الشعر عليهم أكثر أساسا تقولهم بارك الله بكم حلوين يعني ابقى بالبيت لا خلي حلو اللي اشتغلوا تقنيه جديده او طوروا نفسكم اسلوب جديد فاتمنى ان يكون طوروا نفسهم ان شاء الله يعني لا ما راح تبقى بالبيت اشتغل زين ان شاء الله على انتظركم ان شاء الله. كلمه اخيره توجهها للشباب تحياتي لكافه الشباب المبدعين ولا تقولون ان دز فيديو من قبل هو اخر المطاف لا دز فيديو من قبل يعني اكو خلل موجود عليك تسوي الفيديو الثاني والثالث وهاي يعني فرصة كبيرة الى الشباب ان يشوفون امكانياتهم من خلال قناة الطليعة اللي احتضن طاقات الشباب. واتمنى لكم رمضان كريم ويوم سعيد يا ربي ودعائي اللهم يحفظ العراق جميعا ان شاء الله. شكرا لك دكتور شكرا لك تعبناك اليوم لك. شكرا لك شكرا. اذا مشاهدينا الكرام لهنا انتهت حلقتنا اياكم من كورونيات. نشكر كل الشباب الموجودين بالكنترول. الى اللقاء.